ما تعملوش الحجامة عند الحجامة، اعملوا الحجامة عند ممرض، ممرضة عباد الله، الممرضين كاينين في البلدان البلاد، الممرض يعمل حجامة كما ينبغي، الممرض يدو رطبة، يدو رطبة يعني، ليس الأشخاص يقول لك أنا قريت عليها ومتخصص في الحجامة، ليس هناك متخصص في الحجامة، هذا كذب ونفاق ونصب احتيال على الناس. أنا أعلم بأن واحد طبقة راكم عارفين شكون هي، هادو كيتعاملون مع بعضهم البعض، بعضهم لا يذهبون عند الطبيب، هادو يذهبون عند بعضهم البعض. الحجامة ليست طب صيني وليست طب هندي، حجامة ممارسات كان يعملها الإنسان، ما هي لا صينية ولا هندية، والإسلام زكاها فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم زكاها والرسول احتجم. النسيان الآن لازم حجامة في الرأس، كأسين في الرأس، ها هي العظم ولا الأذن، ها ماشي في الخوية، هذه اللي ماشي في الخوية. ما تعملوش الحجامة عند الحجامة، اعملوا الحجامة عند ممرض، عند ممرضة عباد الله، الممرضين كاينين في البلدان البلاد، الممرض يعمل حجامة كما ينبغي، الممرض يدو رطبة يعني يأتي ممرض طبيب صيدلاني، أو ليس الأشخاص يقول لك أنا قريت عليها ومتخصص في الحجامة، ليس هناك متخصص في الحجامة، هذا كذب ونفاق ونصب احتيال على الناس. الحجامة كان الإنسان دائما كيعملها، وما كانش الناس من قبل كيعملوها، ما كانوش كياخذوا حتى الفلوس، كانوا كيعملوا لسان وجه الله. هذه الحجامة لما كان الإنسان إنسان، لما أصبح مال احنا وصلنا لهذه المصائب. الله يجازيكم بخير. الحجامة ليس عند حجام، لا يكذبون عليكم، لا يحتالون عليكم، لا ينصبون عليكم. أنا أعلم بأن واحد طبقة راكم عارفين شكون هي، هادو كيتعاملون مع بعضهم البعض، بعضهم لا يذهبون عند الطبيب، هادو يذهبون عند بعضهم البعض. واحد الطبقة راكم عرفتيهم، دوك المخلوقات العجيبة، هادو ما كيمشيوش عند الطبيب، دوك كيمشيو عند بعضهم البعض وكي، لكن الناس الواعين الله يجازيكم بخير، الحجامة تكون عند ممرض، عند ممرض. نحن نتكلم معكم بعلم وليس لدينا خلفية لأهل، لكن العلم يبقى علم ويحترم، يعني عند ممرض، عند صيدلاني، عند طبيب، هادو كلهم درسوا علم الصحة، حتى هذه مراكز الترويض، ولكن الإخوة اللي في مراكز الترويض الله يجازيكم بخير، الحجامة يكون شخص جالس، الناس كيشتكيوا لي، كل يوميا أتلقى مكالمات هاتفية، الأطباء يرفضون الحجامة جالس. يا إخوانا لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله معكم، وكاين الأطباء ضد فايد حيت قال لهم الحجامة جالس، قال لهم لم يعرف والو. يا أخي إنما غد لا، أنا لا أقسم لك بكتاب الله بأن الحجامة دار جالس، فعل ما شئت، لكن الحجامة الشخص يكون جالس. منذ أن خلق الله الإنسان، منذ أن بدأ الإنسان يعمل حجام وهو يعملها جالس، ماشي الآن عاد دوك يتفضلوا علينا هادو عاد قراو. الإخوان اللي عندهم مراكز الترويض في كل البلدان، هذه الفيزيوثيرابي الكينيزيثيرابي، لأنه ما هادو اللي عندهم مراكز الترويض دائما عندهم الشخص، يعني يجب أن يستلقي هادو. يا إخواننا ليس في الحجامة، الله يجازيكم بخير، عندكم كرسي بحال هذا اللي جالس عليه، يجلس لهذا الشخص العملي ويعمل لي حجامة كأسين في كتفه بلا فلسفة. عيت والله لا عيت معكم، عيت. إذا كانت الأعراض في الرأس، نسيان مثلا، إذا كانت الأعراض في الرأس كأسين في الأخ، وراء هذا العظم، هذا العظم اسمه الحجامية، الناس اللي ما قاريش وما مشاوش للمدرسة كيعرفوه، سولوا في البادية شنو هي الحجامية. الحجامية هي المكان الذي يوضع فيه الكأس بدون فلسفة، ولا يتفضلوا علينا هذو اللي قراو ما معرفت فين. حجامة ليست طب صيني وليست طب هندي، حجامة ممارسات كان يعملها الإنسان، ما هي لا صينية ولا هندية، والإسلام زكاها فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم زكاها والرسول احتجم. يعني هذه النسية الآن لازم حجامة في الرأس، كأسين في الرأس، هي العظم ولا الأذن، ها ماشي في الخوية، هذه اللي ماشي في الخوية، العظم هذا اللي وراء الأذن، ها هو مساوي مع الأذن، ها مساوي مع الأذن، ها هو العظم، هنا تحط الكأس. لا إله إلا الله مع الناس، والله لا إله إلا الله، يعني ولينا أبسط شيء الآن، ولينا الناس مختلفين فيه أبسط. من قبل ما كان أسواق البوادي في المغرب، أسواق البوادي في المغرب في المناطق الجبلية والأمازيغية والسهول، كلهم كانوا كيحجموا بنفس الطريق. إلى سافر مثلا شخص من الشاوية من المغرب ومشى لتنغير وأراد أن يعمل حجامة، سيعملوها بنفس الطريقة اللي كيعملها في السطات، يعني كان الناس يحجموا بنفس الطريقة في نفس المكان، كلهم يعرفون مكان الحجامة.
ولم تكن حجامة الكتف معروفة في المغرب. واللي بغى يكذبني كذبني وسولوا في البوادر، الناس باقي حي. لم تكن حجامة الكتف معروفة، كانت الحجامة تعمل في الرأس، وثانويا كل الناس يعملونها ويعملونها المسنين، والنساء ما كانت تحجم. سولوا في المغرب، راهم باقيين حيين في دوكالة والشاوية وفي الريف، يعني في قصبة التادلة، ما كان النساء ينحجموا. النساء كانوا كيفصدوا النساء مع بعضهم، كانوا كيتجمعوا كتضرب لها العرق، كانوا كيفصدوا. المرأة كانت كتفصد، ولكن بعد سن اليأس المرأة كانت تفصد والرجال كانوا كيحجموا في رؤوسهم. فيعني الناس هذه أشياء، هذه بسيطة، أشياء بسيطة الناس يتعلموا لها، والآن أصبحت ضرورية، أصبحت ضرورية الآن. أنا كنت اقترحت الناس يتعلموا الحجامة، لو كانوا يتعلموا الحجامة ممرضين يعلموا الناس الحجامة ونهني رؤوسنا من هذا النصب والاحتيال. إيه كل شيء، كل الناس يتعلموا الحجامة. عندنا الإخواننا في العربية السعودية تقريبا، يعني السعوديين كلهم كيعرفوا الحجامة يعني، وكيحجموا لبعضهم، لماذا؟ كذلك نحن نعمل هذه المسائل هذه. احنا دائما المال دائما يجب ان يستبد بشيء عنده تعلمه، لازم يبيعوا للناس هذه. لو كنت انا اردت ان ابيع الاشياء هذه للناس كنت دخلت الملاير، انا اش غندير اليوتيوب ولا المشاهده، وقلت بان من اجل المشاهده، كلام هكذا، كلام الناس، الالسنه حداد يسلقون الناس بالسنتهم. لو كنت بغيت ندخل المال نحل مكتب في اي بلد ليس في المغرب، والله نحل في اي بلد حتى في ماليزيا، ويجيو عندي ناس ويتعالجوا، يتعالجوا الناس، يتعالجوا ونربح مال. والناس يعلمون ان هاد الناس اللي ما قراو حتى 4 دريال حالين محلات الان كيدخلوا الملايين في الدار البيضاء وفي الرباط وفي فاس وفي مراكش وفي طنجه وفي وجده، ما عارفين بان هذا بعلم فايد يكسبون الان ويسبون فايد. انا راه ما نبيعش العلم، والله لن يباع هذا العلم ان شاء الله. من اللي لقى الله هذيك الساعه كله يشوف شغله كما نقول، هذه بالدارجه. المهم خير ان شاء الله، واستسمع لانك مرات اتكلم شيئا ما، يعني بصوت شيئا ما عنيف، لكن ما ماذا اعمل في الاخير؟ ماذا اعمل؟ يعني شخص يرى الابيض ويريد ان ينفع الناس، شخص تابعه كيهدم كي يعني والله يعني راه تبقى في الاخير ما كاين لا علم لا قرايه لا دين لا عقيده لا والو، كتبقى التربيه. التربيه هي اساس كل شيء، تربية سيئة والله صاحبه وليكون حافظ القرآن وليكون عنده عقيدة سيدنا سليمان. إذا كان تربيتك فاسدة تبقى فاسد، إذا كان تربيتك صالحة بدون عقيدة بدون دين تكون رجل صالح فقط بالتربية. لكن الناس يخلطون الأشياء. هذاك الشيء الفرق ما بين تظاهر بأنك متدين والتربية، فرق شاسع. تأخذ فيه القطار، تأخذ فيه القطار ب 100 درهم. فرق ما بين هذا اللي كيظهر المتدين وما بين المربي اللي عنده تربية حسنة، فرق كبير شاسع. تحية طيبة لكم جميعا، نهاية مادي استماع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.